تعالوا نعمل ريكاب على المرة اللي فاتت، وبعد كده نبتدي نشوف هنتكلم النهاردة في ايه ان شاء الله بإذن الله. وفي البريك كده نتكلم السيكشن هيبقى نظامه ايه، لان انتوا اديتوا لباشمهندس علي مع نفس الميعاد للسيكشنين. يعني ماشي، نبقى نشوف انتوا كده كده ميعادكم الخميس، هديكوا اختيارات بعد كده تختاروا، بحيث ان يوم الخميس يبقى نمشي على بيزد على اختياركم يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا ايه المرة اللي فاتت؟ احنا كنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على ازاي نحول من payment ل payment، والنهارده نقفل بقيه انواع الايه؟ بقيه انواع البيمنت. احنا لو نتذكر، تعالى نلخص كده اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت عن طريق الوايت بورد. كنا بنتكلم على انا لو عندي سنجل بيمنت لسنجل بيمنت، يبقى الشكل اللي اثبتنا منه القانون عشان يبقى من حقنا نستخدم القانون على طول، اللي هو وخلاص احنا فهمنا بقى اتجاهات الاسهم. قلنا انت لما تيجي تحل حط كل سهم ما يكافئه تحت، وكل سهم لتحت ما يكافئه تحت، وكل سهم من فوق ما يكافئه لفوق، الا لو الكاش فلو دايجرام كله في اتجاه واحد مش فارقه بقى. يبقى بتتكلم ممكن نظر ايه من وجهه نظر ثانيه، خلاص زي ما قلنا. او لما نكون بنتكلم على عايز احول من سنجل يونيفورم سيريز، عندي نوعين، من سنجل بريزنت وورث لانيوال وورث. فلو عندي البريزنت وورث كده، الانيوال وورث بيبتدي منين؟ ها؟ مين من اللي حاضر فاكر؟ ذاكر معايا. الانيوال وورث بيبتدي بعد البريزنت وورث بفتره، بيبقى عندي هنا ايه؟ عندي هنا كده الانيوال وورث بتاعي، وعندي ان يبقى الشكل ده والشكل ده فقط اللي من حقك تحول او تستخدم الفاكتور بتاع فايند البي جيفن الاي وفايند الاي جيفن البي. طيب قلنا نفس الكلام. طب لو عايزه بقى ايه، من انيوال لفيوتشر، او من العكس، لان كل ده طبعا المجهول يبقى معلوم، والمعلوم مجهول مفيش مشكله. وده الانيوال، يبقى الفيوتشر قلنا هيتحط فين؟ لا، قلنا حاجتين مالهمش تالت، فين الريلاتيف بوزيشن ما بين البيمنت والبيمنت، والان من فين لفين. الريلاتيف بوزيشن الفيوتشر وورث هو مع اخر قسط، يعني الاف تبقى مع اخر قسط، والان من فين لفين بترجع قبل اول قسط بفتره، وهو ده الايه؟ ده الصفر بتاعك. ده الثلاث اشكال اللي خدناهم وطبقت عليهم في السكشن، مع تعديل هيعدل لك عليه حاجه قالها لك في السكشن بالاشاره، وانا نبهت عليها المحاضره المره اللي فاتت. فده اللي هو ايه؟ ازاي تحول من سنجل لسنجل، من سنجل يونيفورم، او من يونيفورم لسنجل، سواء بقى كنت بتتكلم على بريزنت او ايه او فيوتشر، عشان تقدر تستخدم القوانين فايند البي جيفن الاف، فايند الاف جيفن الاي، فايند الاي جيفن البي، وهكذا، اللي هي ايه؟ عباره عن قوانين، او استخدمنا الايه؟ الستاندرد ديزجنيشن بتاعها زي ما اتكلمنا وطبقنا المره اللي فاتت، كان كله ايه؟ حل مسائل. طيب تعالى بقى النهارده نزيد بقى، عايزين ايه؟ احنا قلنا مين فاكر؟ ثانية واحدة. مين فاكر ايه تاني انواع بيمنت عندنا؟ ايه غير السنجل واليونيفورم عندنا ايه تاني؟ انتوا مالكم النهارده يا شباب؟ اولا مفيش حد حاضر ومفيش حد عايز يتجاوب، لعله يكون خيرا يعني. ايه غير السنجل بيمنت واليونيفورم سيريز عندك ايه، وشكله يبقى عامل ازاي؟ ذاكر معانا يا شباب. واو، طيب براحتكم، بس بكونوا بس فاكرين ان الميد ترم مش الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي بعديه. فانا عندي ايه من انواع البيمنت؟ عندي من انواع البيمنت قلنا الارثماتيك جريدينت. فلو عندي حاجة زي دي كده مثلا،
ده انا مش بهددك بالميد ترم، ده انا بقول لك لازم الناس تكون مذاكره عشان عندها ميد ترم. فلو عندي حاجه زي كده، احنا قلنا ده نوع اللي سميناه الارثماتيك جريدينت، وقلنا ان الارثماتيك جريدينت بيزيد او بينقص بقيمه حسابيه ثابته بجريدينت ارثماتيك فاليو ثابت. فلو انا رحت قلت ان لو اول مبلغ جي يبقى التاني هيزيد عليه 2 جي وبعدين 3 جي، يبقى عندنا هتكون ايه؟ لو 2 جي 3 2 جي 4 3 جي، يبقى عند ان لو فضلت اكمل هيبقى عند ان في ايه؟ ان ماينس 1 جي. وعايز اجيب الايكوفالنت بريزنت ورث ايه بتاعهم، هتحطها تحت تحطها فوق خلاص. طبعا لو في اتجاه واحد بتتبنى وجهه نظر الانفستور وخلاص، ما علينا. انا الشكل ده اللي ههتم بيه، انا حر. طيب تعالى نمسك فيه الشكل ده، انا ما خدتوش. افرض جبت لك دي في مساله، هتحل المساله دي ازاي؟ من الحاجات اللي احنا خدناها تقدر تحل مساله زي دي ازاي؟ ابسط حاجه من اللي احنا خدناه ان احنا نفك الخط ده. نحسب المساله دي جزئين. اتفضل. لا خلينا نقول ابسط صوره من اللي احنا خدناه. ابسط صوره هو ايه؟ انك تعتبر كل سهم سنجل بايمنت، صح كده؟ ده اقدر اعمله. طيب واي نوت ان احنا نيجي نقدر نعمله؟ خد بالك انا لسه ما وصلتش للحل اللي هو المعيد عندكم سبق، انا بتكلم في اثبات القانون اصلا، وهقول لك ليه حته ان انت بتفكر انك تقسم اتنين. انا دلوقتي حد يصحح لي، هقسم ده واقول ان ده بيساوي وهكذا لغاية عند ال n n minus 1 g. وأقوم أجيب لده ب1، أجيب لده ال equivalent ب2. طبعا أنا عايز أعكس الأسهم بس عشان أريحك نفسيا، يعني لسه عندنا مشاكل في حكاية الإيه؟ اتجاهات الأسهم. إيه لا دي لغاية بقى وهكذا وهكذا لغاية ما هجيب مين؟ بي ان. وأقول إن البي هتساوي بي واحد زائد بي اتنين زائد 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 لغاية بي ان. حد معترض؟ إحنا عندنا في الكاش فلو دايجرام ديفايد أند كونكر، يعني أقسم وأحاول أتعامل مع كل حتة بالاشكال الستاندرد اللي حلتي اللي ما اعرفش اتعامل غيرها. فدلوقتي عندي ايه؟ عندي ده ال الشكل فيه عندي كذا سنجل بيمنت، خدت ادي جي وبعدين 3 فكيتها 2 جي وهكذا وهكذا لغايه ان ماينس 1 جي، جبت للسهم ده الايكوفالنت بتاعه، السهم ده الايكوفالنت بتاعه، السهم ده وهكذا. وكل سهم جبته فين؟ عند صفر صفر صفر، يبقى البي اللي عند الصفر دي هي محصلة ده كله. اه انا اعتقد من حقي، ولو حد معترض يقول لي. طب ابتدي خلاص الاشكال دي بقى ما انا عارفاها، ما انا لسه مراجعه اهو. الشكل ده انا اعرفه. يبقى هاجي كده واقول ايه؟ ابتدي ببي واحد. بي واحد هتساوي مين؟ الاف اللي انا اعرفها، السنجل بايمنت اللي اعرفه. في find مين given مين؟ find ال b given ال f اللي هي قانونها ايه؟ 1 على 1 plus ال i to the power n to the power n كام بقى هنا؟ 2. واجي اقول b 2 برضه من سنجل لسنجل، فين ال future value؟ دايما ما ننساهاش 2g. في find ال b given ال f ال i وال n يبقى 1 على 1 بلس ال i to the power 3.
وهكذا لغاية ال بي ان هيكون ان ماينس واحد في الجي في واحد على واحد بلس الاي تو ذا باور ان اللي هي دي نفسها الان. هجمع بقى وقول يبقى البي هتساوي واخد الجي جي 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 كله عامل مشترك وافتح قوس هيبقى عندي واحد على واحد بلس الاي تو ذا باور 2 زائد 2 واحد بلس الاي تو ذا باور 3 وهكذا وهكذا لغاية ان ماينس واحد على واحد بلس الاي تو ذا باور ان. نفس الكلام الناس اللي درست رياضة تعرف ان دي سيريز وتقدر تجيب الصم بتاعها بسهولة جدا. احنا مش هنخش بقى في الجزء الرياضة، لكن خلاص اشمعنا اخترنا الشكل ده لما جينا نثبت؟ لان الشكل ده لما جيت اعمله رياضيا هيوصل للقوس ده، والقوس ده مجموعه سهل جدا. مجموعه اجيبه ازاي؟ الناس بتوع رياضه بيعرفوا يجمعوا السيريز دي، وانت درست الارثماتيك والجيومتريك سيريز، وازاي تجيب الصم بتاعتها؟ المفروض تبقى عارف الكلام ده. مش مجالنا الرياضه. اجيب بقى انا دلوقتي الفاكتور ادي الفاكتور، لان انا دلوقتي اكتشفت ايه؟ اكتشفت الاتي، ان هو بيقول لي انا جايب البي بدلاله الجي، يبقى الفاكتور اللي انا عايز اكتبه محتاج اكتب اقول ايه؟ ها مين مصحصح معايا في المحاضره؟ اتفضل. لا اتكلم على طول يا سيف، انتوا اصلا عددكم قليل ومحدش عايز يتكلم اصلا، فاتفضل على طول يا سيف اتكلم. عايز مين بدلالة مين؟ انا كده خدت، خد بالك انا خدت ايه؟ انا خدت كل الاسهم، يعني خدت الارثماتيك جريدينت كله، فبجيب البريزنت وورث بدلالة مين؟ عايز البي بدلالة الجي. الله ينور عليك. يبقى نقول فايند البي جيفن الجي الاي والان. يبقى بقى دلوقتي اكتشفت ايه؟ اكتشفت ان ده هو ده اللي هو الناس بتوع الرياضة عارفة هو مجموع ده. يبقى بدل ما تقعد تكتب كل ده وتعوض، اهي ادي الستاندرد ديزيجنيشن. عشان كده ليه تبقى فاهم ان الناس سهلت وتستخدم الجداول واستخدمت الستاندرد ديزيجنيشن. و بس اخد بالي القانون ده مش من حقك، بعيد تاني وتالت، مش من حقك تستخدمه غير ايه؟ لو احترمت الشكل اللي اثبت منه. وبالتالي نطلع بشكل مين؟ نطلع بشكل رابع اللي اثبتنا منه القانون. هو ايه؟ قلنا حاجتين مالهمش تالت. فين الريليتيف بوزيشن ما بين بايمنت وبايمنت، والان من فين لفين؟ الشكل بيقول لي الريليتيف بوزيشن ايه؟ لو ده جي ارجع قبل الجي فترتين ويبقى ده السنجل بايمنت بتاعك البريزنت يعني، والان من مكان ما حطيت البي لغايه اخر قسط في السيريز. يبقى الشكل ده والشكل ده فقط اللي من حقك تستخدم فايند البي جيفن الجي الاي والان اللي اثبتناه. نقول تاني عشان استخدم القانون كالاتي: لو عندي جي في 2 يبقى برجع قبل الجي بفترتين، ده الريليتيف بوزيشن بتاعت الايكوفالنت بريزنت وورث بتاعتي، والان من فين لفين؟ من مكان ما حطيت البريزنت لغايه ما حطيت الان. طب بالانالوجي كده بالتشابه ينفع اقول، طب ايه رايك عايزين نجيب ايه؟ نحول الارثماتيك جريدينت ده لفيوتشر وورث من غير بقى ما نثبت، باللوجيك كده اهو. لو انا عندي نفس الارثماتيك كده وعند 2 في جي وهكذا وهكذا،
لغاية إن هنا جي اتنين جي لغاية إن ماينس واحد جي. تفتكر بقى عشان أستخدم مين؟ عشان أستخدم أو أطلع قانون find الـ F given الـ G الـ I والـ N. يبقى الـ future قلنا حاجتين ما لهمش تالت. تفتكر الـ equivalent future worth تكون فين؟ والـ N أحطها من فين لفين؟ ها اللوجيك يقول لي إيه وأمشي معاك عشان أعرف بتفكر إزاي. ده تفتكر احط الاف فين؟ هاي سي هاي عميل تفضل مع اخر بيمنت هتحط الفيوتشر. تقدر تفسر لي ليه عملت كده؟ وده الشكل الصح فعلا. ليه بقى عملت كده يا عماد؟ لان انا بدفع تمام الانوال بتاعي تمام، وفي اخر فتره باخد برضو الفيوتشر بيمنت كله. طب احنا جبناش سيره الانيوال، ما تقدرش تربطها بالسنجل بايمنت البريزنت اللي لسه جايبينه؟ يعني لو قلت لو عايز اجيب الايكوفلنت بريزنت وورث بتاع الارثماتيك جريدينت ده احط البريزنت وورث فين؟ بحطه عند الصفر قبل، خلينا نتكلم جنرال، قبل اول است فترتين. يبقى ادي فتره، ادي فتره اتنين، نزل يا ابني البريزنت وورث. حلو، يبقى الايكويفالنت، يبقى البريزنت وورث ده ايكويفالنت لكل الارثماتيك ده ولا لا؟ صح، ما دام استخدمت القانون فايند بي جيفن جي واحنا لسه اثبتينها. يبقى انا لو رحت دلوقتي كتبت ايه؟ تعال نجيب البي، نركن بس على جنب شويه كده اهي. تعال نجيب البي، البي هتساوي ها مين يمليني؟ عايز اجيبها بدلاله الجي، هتبقى جي. دايما ما تنساش النون اماونت، اتفضل. بي على جي فايند البي، هي مش على، هي على علامه في الرياضه وجيفن علامه ثانيه في الرياضه، فهي فايند البي جيفن الجي والاي والان. تمام، الله ينور، حلو جدا. طب انسى ده بقى، شيل ده كله وسيب البي، عايز اجيب الايكوفالنت فيوتشر وورث عند الان، ممكن تمليني؟ اتفضل. جي، لا عايز اجيب، انا خلاص انسى الجي بقى، عايز اجيب الفيوتشر وورث الايكوفالنت للبريزنت وورث اللي انا لسه جايباها دي. فهتبقى، طب بي هتبقى بي، بي في اف جيفن البي والاي والان، مظبوطه ولا فيها مشكله؟ لا تمام، الله ينور. تمام، طب ما تعالى ناخد دي اهي، وتعالى اكتب، ادي البي شلتها وحطيت اللي انت لسه مليهاني، واجي هنا اهي. الله، ده اف وجي، يعني انا اقدر احولها لاف وجي واقول ده فايند الاف جيفن الجي الاي والان. لان انا جايباها هنا، دي كانت الجي بتاعت الجي دي، ما كانتش الجي دي، ما كانش السهم ده، خد بالك، الجي اللي كانت في القانون ده، ده كانت بتمثل ارثماتيك جريدينت كله، مش السهم جي، لان خد بالك احنا عملنا هنا، الناس ما تلخبطش، ما انا قلت جي والقانون ده عباره عن ايه؟ هنا انا كنت اقصد ايه؟ ان البي واحد بتساوي ايه؟ بتساوي الجي فايند مين جيفن مين هنا؟ فايند البي 1؟ ما الجداول ما بتفهمش البي 1 دي. الجداول ما بتفهمش البي 1، لا الجداول ولا القوانين. هتبقى فايند البي عادي. ايوه البي given الجي، حلو، الجي ده arithmetic gradient ولا single payment؟ سهم الجي ده single payment. يبقى تقول لي find الجي ليه؟ انت لما تقول لي الجي
يبقى انت بتفهمني وبتفهم اللي بيشوف ان ده arithmetic gradient، هو تصادف قيمة السنجل بايمنت جي. ما انا قصدي بقى في الاخر هو سهم واحد ولا مش سهم واحد؟ هو سهم واحد بس انا قصدي على القيمة بتاعته. لا ما يهمنيش قيمته، انا عايز اخش على القوانين، فما بيهمنيش انت مسميه ايه. فانا بقول find the B given mean، السهم ده بالنسبة للبي واحد عبارة عن ايه؟ سنجل بايمنت. نوعه annual. ازاي single payment و annual؟ شباب انتوا واضح ان انتوا ما بتذكروش، هل نزنقكم الاسبوع الجاي في كويز؟ انا ما عنديش اي مشكله، لو محتاجين كويز نعمله الاسبوع الجاي ما فيش مشكله، لان واضح كده ان انتوا ما بتذكروش. احنا ما فيش وقت، مش عايز ازنقك في الكويز عشان تلحق، لان السكشن اسبوع او اسبوع لا، فانا عايزك تلحق تحل في السكشن، واللي هنحله في المحاضره وهنحله في السكشن هو نفسه اللي هنجيبه في الميد ترم. فعشان كده كنا متفقين مع دكتوره نسرين ان احنا هنأجل لكم الكويزز بعد الميد ترم، لكن لو النظام ده كده وانتوا لسه مش مذاكرين وما بتذاكرش غير لما نضغط عليك، نقول ان الاسبوع الجاي في كويز والاسبوع اللي بعده ميد ترم، ما عندناش مشكله، اتفقوا كده وبخلوا المندوب يبلغني، لان واضح كده ان انتوا مش بتذاكروا، والانجينيرنج ايكونومي حل مسائل، السنجل بايمنت ده سهم واحد، اليونيفورم سيريز مبالغ متساويه على فترات زمنيه متساويه، الفتره هي فتره انترست بيريد لسه ما تعرفهاش بقيه التكمله دي، ده السنجل بايمنت. بالنسبه لده ايه؟ فايند البي جيفن الاف، او فايند البي جيفن الاف. فانا هنا استخدمت جي ليه؟ ايوه لان ده سنجل بايمنت واحترمت فايند البي جيفن الاف. القصه هنا مش كده، انا لما قلت هنا جي ما كنتش اقصد السهم ده، انا كنت اقصد كل الارثماتيك جريدينت. الدليل ده اللي طلع لي من القانون اهو، الجي دي كانت هنا ايه؟ ده انا كنت بكونسيدر كل الاسهم دي، ده بي اللي هي بي واحد زائد بي اتنين زائد 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 لغايه بي ان. فالجي هنا انا اقصد بيها الارثماتيك جريدينت كلها، عشان كده استخدمنا فايند البي جيفن الجي، يبقى هنا الجي برضو يقصد بيها الارثماتيك جريدينت كلها، عشان كده انا استخدمت مين؟ فايند الاف جيفن الجي الاي والان. يبقى دلوقتي بقى عندي ايه؟ يبقى دلوقتي عندي فايند الاف جيفن الجي الاي والان، هي عباره عن حاصل ضرب التو فاكتورز دول، وده جبته قبل كده في امتحان. يبقى محتاج تثبتها؟ لا مش محتاج اثبتها، اضرب فايند البي جيفن الجي الاي والان، القانون لسه حاطينه في فايند الاف جيفن البي الاي والان، فايند الاف جيفن البي الاي والان 1 على 1 بلس الاي تو ذا باور ان، يطلع لي فايند الاف جيفن الجي يطلع لي القانون ده. محتاجه اثبته مش محتاجه اثبته؟ هو اوريدي حصل ضرب اتنين، اوريدي انا جبتهم، عشان كده انا سالتك ايه تفتكر الاف اتحطت فين. انا عايزه احطها مع اخر قسط عشان ما اثبتش قوانين جديده. يبقى بقى الشكل الجديد بقى يقول لك ايه؟ يقول لك لو عايز الفيوتشر وورث ريليتيف للارثماتيك جريدينت، الاف يتحط مع اخر قسط، والان من فين لفين؟ من قبل اول قسط بفترتين، ده الصفر بتاعك والاف مع اخر قسط. طب لو حد فهم طشاش كده، طب يقول لي لو انا عايز احول كده، هو انا هنا عملت ايه؟ البريزنت وورث ايكونوميكلي ايكوفالنت للارثماتيك جريدينت، والاف ايكونوميكلي ايكوفالنت للبريزنت، يبقى الاف ايكونوميكلي ايكوفالنت للارثماتيك جريدينت. طيب شكل تاني، لو رحت قلت كده اللي فهم معايا طشاش ممكن يفتي معايا هنا، لو قلت دي جي وهكذا ان ماينس واحد صفر اتنين، سوري دي ان وال ان ماينس واحد جي،
وعايز اجيب ايكونوميكلي ايكويفالنت انوال وورث، يعني عايز استخدم مين، عايز اطلع بالقانون ده، هل محتاجه برضو اثبته ولا عندي مما يمكنني ان اقول ان الاي بتساوي الجي؟ فايند مين جيفن مين، فايند الاي جيفن الجي الاي والان، يعني عايز احول من اني صوره لاني صوره، حد ينطق لي بقى عشان اعرف بينطق ازاي واصلح له. عايز احول هنا من اني صوره لاني صوره. قول واغلط. انا بس عايز اعرف هو في حاجه في حاجه عندكم، يعني عندكم في امتحان رهيب حصل، اي حاجه، سهرانين امبارح بتسلموا حاجه، الناس كلها نايمه الصبح، ولا الاخبار ايه؟ لا اصلي هبني السكشن بناء على الحضور اللي جه النهارده، انك لو حاضر كده في المحاضره يبقى السكشن مش هتيجي، بتسمع تسجيل هنا وبتسمع تسجيل هنا، يبقى واضح كده ان السكشن مش هتيجي، فهاخد قرار، انا هاخد القرار انا ودكتوره نسرين بيزد على الحضور بتاع النهارده، بس عشان ابقى عارفه يعني في اي حاجه قد مختلفه. هو ممكن يا دكتور عشان مناقشه مشروع الفلويد في ناس كتير كانت مختاره النهارده، في ناس طيب مختاره الساعه 10 وناس كانت مختاره الساعه 2. اوكي شكرا يا عبد الرحمن. طب معلش بقى انت ضحيت بنفسك يا عبد الرحمن، تقدر تفتي معايا هنا انا قلت ايه واغلط؟ ما عنديش اي مشكله. انا دلوقتي المعادله دي حولت من اني نوع بيمنت لاني نوع بيمنت؟ هو من انيوال بيمنت للجيومتريك بيمنت. طب اعدل معاك، ايه مفهومك للجيومتريك جريدينت؟ ايه الفرق ما بينه وما بين الارثماتيك جريدينت؟ الارثماتيك انا بزود حاجه محدده مش بزود نسبه، لكن الجريدينت انا بزود النسبه. بيرسنت صح، النسبه دي ده البيرسنت ريت، انا هنا زدت بيرسنت ولا بقول جي 2 جي 3 جي 4 جي و و و لغايه ان ماينس 1 جي، اطرح كده كل قيمه عن القيمه اللي قبليها، ده جيومتريك ولا جريدينت بيس ده على الديفينيشن اللي انت قلته يا عبد الرحمن؟ ها لا يبقى ده ده قول ما تخافش. جريدينت انا كل مره بزيد جي، ده ارثماتيك وادي الارثماتيك جريدينت بيمنت، كل مره بزيد مين؟ كل مره بزيد جي، فبحول من ارثماتيك جريدينت زي ما انت قلت لمين؟ ليونيفورم سيريز. طب انا ما اعرفش احطها فين، طب ايه رايك نحول من ده لسنجل بيمنت بريزنت؟ حلتنا دي ما عنديش مشكله، ممكن يا عبد الرحمن تكمل معايا وتقول لي لو عايز احول من دي لبريزنت وورث، اولا هل انا كده حطيتها في المكان الصح؟ تمام، قبلها باتنين. تمام كده، يبقى مليني بقى، يبقى البي بتساوي، يبقى بي بتساوي بي جيفن جي. ما ننساش دايما الجيفن، المعادله راحت قالت لي الجيفن عندي هو مين؟ الجي، فما ننساش الجيفن، فما ننساش اول حاجه اكتب الجي اهي، فايند مين جيفن مين، فايند مين جيفن كل دول. ها ال A given ال G؟ لا خد بالك انا بحول دلوقتي الاخضر الاسود للاخضر، الاخضر ده يونيفورم سيريز ولا سنجل بيمنت؟ سنجل بيمنت. وبريزنت ولا فيوتشر؟ يعني انت واقف هنا بريزنت وبتبص كده، يبقى بريزنت ولا فيوتشر؟ بريزنت. واقف هنا وبتبص كده في الماضي، يبقى بريزنت مظبوط. بريزنت، يبقى فايند مين جيفن مين، فايند البي جيفن ال جيفن الجي. تمام، الارثماتيك جريدينت كله معلومات الاي والان. طيب تعال نجيب بقى الفيوتشر عند سوري عايز اجيب اليونيفورم سيريس يا عبد الرحمن، احط اليونيفورم سيريس فين بتاعت البي؟ انسى ده كله بقى، كل ده انساه، ما انا شلته وحطيت مكانه مين؟ البريزنت اهو، عايز اجيب الايكويفالنت انيوال وورث للبريزنت ده، احطها من فين لفين يا عبد الرحمن؟ القانون بيقول لي عشان استخدم فايند البي فايند الاي جيفن البي احط الانيوال وورث فين؟ بعدها بسنه؟ بعدها بسنه، يبقى دي كده بعدها بسنه اهو، وبدام عايز استخدم الان يبقى اخر قسط مع مين؟ مع الان.
تعالى نكتب مليني يا عبد الرحمن. يبقى لو عايز اجيب الـ A بدلالة الـ B هكتب اقول الـ A بتساوي ايه؟ هيبقى هقول A بيساوي الـ A بقى والـ F. انا عايزة الـ A، عايزة الـ A، عايزة الـ A بدلالة الـ B، فقلت الـ A بتساوي الـ G بقى. خد بالك دلوقتي انا نسيت ده كله، انا بحاول من سنجل لينيفورم سيريز بس. تمام، يبقى ممكن الـ A بيساوي الـ F صح؟ بص كده، أنا عندي الـ Annual Worth والـ Present، فأنت واقف هنا بتقول مين؟ أو أنت واقف هنا Find mean given، أهو أنت بتعمل كده Find ده given ده. لما أنت بتقول given رايح في الماضي ولا في المستقبل؟ الـ given بتاعي في الماضي. حلو، يبقى اكتب هنا find mean given mean. اولا ما انساش القيمه المعروفه، انا القيمه المعروفه بي، يبقى بقى find mean given mean find الاف given البي. ده اف ولا أو ليه بقى find الاي given مش او، ما فيهاش او، ما فيهاش او find الاف given البي، يبقى انت جبت لي السهم ده بس مظبوط، او ده او ده واتيفر بقى انت عايز تحط الاف فين. انا عايز اجيب كل ده، يبقى find الاي given الـ B الـ I والـ N. فاكروا يا شباب الـ Engineering Economy بعد المحاضرة دي الوتيرة هتكون أسرع ومش هنعيد ونزيد في الكلام ده، احنا ماشيين بطيء معاك، والسكشن هيمشي معاك أول سكشن، والسكشن بتاع الأسبوع ده بطيء لأن ده الأساس، بعد كده هيبقى أسرع. ذاكر من دلوقتي، لازم تذاكر عشان تضرب عصفورين بحجر، تضمن ال 25 درجة بتوع الميد ترم، وبعد كده ترتاح في السبع أسابيع الباقيين، نسيبك تذاكر بقى المواد المعقدة اللي عندك بعد كده. فأنا نصيحة وقلتها 500 ألف مرة، ده معناه إن أنتوا على الأقل ما راجعتوش المحاضرة اللي فاتت، أنا ما شرحتش جديد، ده أنا حليت مسائل، على الأقل ما راجعتوش المسائل اللي إحنا شرحناها المرة اللي فاتت، أو حد عارف وساكت بقى، ده قصة تانية. طيب يبقى عبد الرحمن مشكورا، توصل لنا لغايه ايه؟ توصل لنا لغايه الكلام ده. طب ما انا الاي البي دي هي نفس البي دي، خلاص تعالى ناخدها كوبي احطها هنا. اكوبي وانزل بقيه الترم مظبوط ايه؟ يبقى انا كده اكتشفت ايه؟ الايه بتساوي مين؟ هي جي كات، دي كات مين؟ ما تنساش اهي، ده انا كنت بجيب البريزنت وورس الايكويفالنت لكل الارثماتيك جريدينت ده. يبقى لما اقول الجي يبقى فايند مين جيفن مين، يبقى فايند الاي بمعلومات الجي الاي والان. يبقى دلوقتي عندي ايه؟ يبقى دلوقتي عندي فايند الاي جيفن الجي، هي حاصل ضرب اوريدي two factors اصلا، يبقى مش محتاجه اثبت، اجيب الفاكتور ده والفاكتور ده واضربهم في بعض اجيب مين؟ اجيب الفاكتور ده. او حد يقدر يقول لي، طيب هعمل لك انا، هشوف الناس فاهمه ولا مش فاهمه. لو رحت قلت find ال a given ال g ال i وال n بتساوي، حد يقدر يقول لي الفاكتور ده ايه؟ قول واغلط. المفروض الفاكتور ده يبقى فيه بريزنت. قول اللي عايز تقوله وانا هكتب ونشوف اللي انت قلته ده صح ولا لا. هيكون مثلا جي، انا هكتب، انا بكتب بس اللي هو بيقول، اتفضل. جي جي بدلاله البي في اي فان. ها مين عنده اراء اخرى؟
So I find the F given the A. ها مين عنده آراء أخرى؟ هي الـ F given الـ A زي ما قال. ماشي، إيه تاني؟ مخمخ كده وشوف أنا عملت هنا إيه مع عبد الرحمن وحاول تعمل زينا كده تاني. أو ثواني معلش، ينفع أغير رأيي طيب؟ غير رأيك. ها F given الـ G. F given الـ G، أدي يوصل لي تلات آراء لغاية دلوقتي. ها هو مين اللي قال اف جيفن جي؟ هو انا قلتها وشهاب قالها برضو في الشات. طب خليك معايا سيف الدين احمد. تمام. ليه بقى؟ فكرت في دي ليه؟ هو انا بصراحة يعني مش فاهم قوي الموضوع لسه بالظبط، لكن انا اتعاملت معاها يعني كأنها يعني فاكتورز وشطبت صح؟ بالظبط كده. اه يعني شطبت الاف مع الاف يبقى بقى اي جي اي ان. اه يعني طيب تعالى كده عندي اللي لسه عاملينه. خليك معايا يا سيف، ممكن تقول لي الايكوفالنت فيوتشر وورث تتحط فين اللي انا عشان اقدر استخدم، عايز اكتب المعادله دي، عايز اكتب اقول ان الاف بتساوي الجي فايند الاف جيفن الجي الاي والان. تقدر تقول لي الاف تتحط فين؟ احنا لسه قايلينها اهي اهي لسه قايلينها الاف تتحط فين؟ ادي فايند الاف جيفن الجي، فالاف هتتحط فين؟ هتتحط في الاخر خالص مع اخر قسط. مع اخر قسط. والان من فين لفين؟ الان ما احنا قلنا حاجتين ما لهمش تالت، فين الريليتيف بوزيشن والان من فين لفين. فانت قلت لي الريليتيف بوزيشن الاف مع اخر قسط، الان بقى من فين لفين؟ من الاولاني او ال ايوه من اول قسط من الارثماتيك جريدينت. تمام. لا لا ما انا واخده الان اهي في القانون، هل الان من الجي للان ولا من قبل اول قسط بفترتين وهو ده الصفر بتاعي؟ تمام. من اول ما بعد يعني. تمام. يبقى هو من اول الصفر. خلاص كده مقتنعين، كل الناس مقتنعه ان الاف بتساوي جي فايند اف جيفن جي الاي والان كده. طيب انسى الاف او سوري انسى الجي، حلو هات لي الايكويفالنت انيوال وورث للاف دي تتحط الايه من فين لفين، حاجتين ما لهمش تالت. عايز اجيب اقول ايه؟ عايز اجيب اقول كده ان الايه بتساوي الاف فايند الايه جيفن الاف الاي والان. عايز اجيب الايه بدلاله الاف، احط الايه فين؟ حاجتين ما لهمش تالت، وارجع اراجع لك الشكل اهو اللي ابتديت بيه باول المحاضره اهو. بصينا قول لي عايز اجيب الايكوفالنت انيوال وورث للاف، احط الانيوال وورث من فين لفين؟ من بعد الزيرو للاخر. تمام كده الاخر دي اللي هو مع ايه؟ مع الاخر. ماشي انا مش هاممني بقى اتجاهات الاسهم. ها انا برسم الاسهم اللي فاضي عندي في السبوره عشان ما لخبطكش، احنا اتكلمنا في اتجاهات الاسهم دي قبل كده اهي. حلو كده. طب الله، طب ما تستنى كده، طب ما الاف اهي، ما تيجي ناخدها ونيجي نحطها هنا. يبقى الايه بتساوي ادي الاف واكمل اهو، ده الاي بتساوي بمعلومية الارثماتيك جريدينت. خد بالك الجي اللي كانت هنا دي جاية منين؟ دي
دي جاي من كل الارثماتيك جريدينت، يبقى ده فايند مين؟ فايند الاي جيفن الجي الاي والان. انت خد بالك ما تنساش احنا عملنا ايه في الاول، جبنا الاف الايكونوميكلي ايكويفالنت للجريدينت ده كله، بعدين جبنا الاي الايكويفالنت الايكونوميكلي ايكويفالنت للاف. يبقى دلوقتي عندي ايه؟ الاف بتكافئ الارثماتيك ده والاي بتكافئ الاف ده، يبقى الاي دي بتكافئ الارثماتيك دي، اهي الاي بتكافئ الارثماتيك. يبقى دلوقتي طلع عندي القانون ايه؟ فايند الاي جيفن الجي الاي والان هو فايند الاف جيفن الجي الاي والان. في فايند الاي جيفن الاف الاي والان زي ما زميلك كده جابها بالايه؟ باللوجيك مش بالفهم، اللي هو حصل ايه؟ حصل ضرب التو فاكتورز. فايند الاي جيفن الجي اهي اللي هو ده اللي جابه. غير لك اللون. طب دكتور معلش اهو ثانيه واحده، بدي فايند الاي جيفن الجي حاصل ضرب فايند الاف جيفن جي فايند الاي جيفن الاف زي ما زميلك جابها بالانالوجي كده. ها ثانيه بس الخص حاجه، يبقى لو عايز اجيب الايكويفالنت انيوال وورث للارثماتيك جريدينت انا ممكن اللي انا عملته في الاول، عملت ايه؟ جبت البريزنت وفردته انيوال، هنا عملت ايه؟ جبت الفيوتشر وفردت الفيوتشر انيوال. اعمل اللي انت عايز تعمله. طب عايز اجيب بقى مباشره، خلاص مش محتاج تحفظها بقى، مباشره بقى الشكل الستاندرد لو عايزين نضيف هنا شكل ستاندرد نقول ايه؟ نقول لو عندي arithmetic gradient بالشكل ده بدأ من عند 2 جي 2 جي وهكذا لغاية ان minus 1 جي، يبقى الانيوال وورث عشان استخدم find الاي given جي مرة واحدة، يبقى الانيوال وورث يتحط فين؟ مش هثبت قوانين بقى، هاخد من ده، مش محتاج احفظ بقى اقول ايه قبل اول قسط فتره حط يا ابني الايه، ومع اخر ارثماتيك حط اخر قسط بتاع الايه. مش محتاج اقول كده ليه؟ لان انا اصلا عارفه ان الايكويفالنت بريزنت وورث قبل الجي بفترتين، والانيوال اللي ريليتيف للبي بعد البي فتره، يبقى عشان احول من الاي للجي على طول او من الجي للاي على طول، يبقى برجع قبل الجي فتره وهو ده الانوال وورث بتاعي. قلنا حاجتين ما لهمش ثالث، فين الريليتيف بوزيشن والال من فين لفين. يبقى الريليتيف بوزيشن للاي ريليتيف للارثماتيك جريدينت، برجع قبل الارثماتيك جريدينت بفتره واحط اول قسط واخر قسط مع اخر قسط، وده اللي من حقي استخدم فايند الاي جيفن الجي الاي والان. ما جبتلكش قانونها في الامتحان، اقدر اجيبها بدلاله البريزنت او اقدر اجيبها بدلاله الايه؟ الفيوتشر. ها اللي عايز يسال بقى يتفضل. يا دكتور هو موضوع الانوال وورث ده، يعني هو ده حاجه احنا بنعملها لازم في مسائل، ولا هو بيقول لنا يعني بيطلب مننا عايز ده فاحنا نعمل ده؟ يقول لك انا دلوقتي واحد دفع في البنك من نهاية السنة الثانية لغاية السنة ان الارثماتيك جريدينت، لو واحد تاني عايز ياخد نفس فرصة الاستثمار بس مش قادر يدفع متزايد، هو هيدفع مبالغ متساوية على فترات زمنية متساوية، يدفع كام؟ فهمت، يعني دي حاجة احنا يعني معدلينها بحيث ان احنا نستخدمها لو اتطلب. عايز احول من شكل لشكل فلازم اجاوبه، هقول له لا انا معرفش غير الارثماتيك جريدينت، لا انا معرفش غير ان انا اقول لك تدفع النهارده كام، او معرفش اقول له غير ان كل ده بيكافئ في الفيوتشر ان كام. لا، واحد بيقول لي انا عايز اعرف الارثماتيك ده بيكافئ ايكونوميكلي يونيفورم سيريز كام. تمام؟ زي بدل ما عندنا 4 دقايق قبل البريك، زي نراجع مساله من المرة اللي فاتت قبل ما نبتدي نخش في مسائل في الجزء الثاني من المحاضرة. يا ريت بقى الناس تساعدني وتجاوب معايا، ده من محاضرة المرة اللي فاتت، مش محاضرة، مراجعة من مراجعات المرة اللي فاتت. يا دي بس عشان ابقى
وعايزه يعني وورد. ماشي اوكي حلو كده. لا مش عايزه لا بريزنت ولا عايزه فيوتشر، امال انا عايزه ايه؟ عايزه انيوال. اللي فات ده حلينا المره اللي فاتت ولعبنا فيه وحركنا اتجاه الاسهم وكل ده. لا انا عايزه ده convert the cash flow البلاك ارز into an equivalent annual worth year 1 through 8. لما ما كانش محتاج يقول لي من 1 ل 8، ما دام قال لي من annual worth يبقى على طول ببتدي من بعد الصفر. لو كان عايز في سنين معينه كان يحدد لي، حدد لي خير وبركه، ما حددليش يبقى لما يقول لي عايزه الايكوفالنت انيوال وورث. فاكر لما قلت لك لما قال لي عايزه الايكوفالنت بريزنت وورث احط البريزنت وورث فين؟ عند الصفر، الا لو قال لي غير كده. نفس الكلام يقول لي هات لي هنا دلوقتي عنده ايه؟ الراجل ده بيدفع انيوال وورث. لا سيب ده، دي مش نفس المساله، خلاص خلينا في دي اهي. بدفع انيوال وورث من نهايه السنه الرابعه 5 سنين 3000، وسنجل بايمنت في نهايه السنه السابعه 1000 جنيه. بيقول لي واحد زي ده ايه الايكوفالنت انيوال وورث بتاعه من 1 ل 8؟ مين يفتي معايا بقى؟ ها الكلام ده المفروض تكون عارفه من الاسبوع اللي فات، ده مش بتاع المحاضره النهارده، ده كلام الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبله. ها مين يفتي؟ افتي واغلط عشان اصلح لك فتذاكر. سؤال تاني كده يا دكتور. سؤال تاني، عايز اجيب في عندك الانيوال ده والسنجل ده، عايز احولهم، عايز اعرف واحد مش هيدفع بالشكل ده. بيقول لي لا انا مش هستنى لغايه نهايه السنه الرابعه تدفعيني 5 3000 وتطلبي مني سنجل. طب لو دفعت لك النهارده من نهايه السنه الاولانيه لغايه نهايه السنه الثانيه اقساط متساويه، تاخدي مني كام؟ بحس ان ايكونوميكلي ايكويفالنت، فعايز احول الاسهم دي ليونيفورم سيريز حمراء. يبقى اعمل اقول ايه؟ احلها ازاي دي؟ واحنا ممكن نلمهم كلهم في بريزنت وبعدين نحول الانيوال تاني. تعالى نلمها بريزنت. البريزنت مليني، اتفضل يا سيف. هقول ان هو بي جيفن الايه، يعني هقول لازم ان هو تحط الجيفن الاول. ماشي ايكوال ايه بعدين يعني. لا خلينا دلوقتي نتكلم في الاسود. هات لي الاسود ده بريزنت وورث هنا. هات لي دول هنا. لا مش عارف، بس اظن نكتب يعني بي ايكوال ايه بعدين بي جيفن الايه ولا ايه؟ هنا شباب انتوا ما بتذاكروش، ونبهنا الكلام ده. خد بالك دي مسائل ستريت فورورد. الميد تيرم هيكون انا معتمده انك حليت وذاكرت، ما ذاكرتش الميد تيرم مستواه زي اخر السنه بالظبط، والكلام ده قلت لك من اول يوم. الناس تذاكر من النهارده. هعيد تاني عشان خلاص ما فيش وقت. هقسم الشكل ده، ده يونيفورم وسنجل. تعال نخلص من السنجل الالف. فايند مين جيف مين؟ عايز احوله بريزنت هنا، يبقى فايند البي جيفن فيوتشر. يبقى هقول الالف فايند البي جيفن الاف الاي ب10% والان. ها حد مصحصح الان بكام؟ الالف دي لما اجيبها بريزنت وورث 7 زائد، لان الاثنين تحت فانا خلاص كله تحت، فمش مش هتفرق معايا الاشاره. هاخد ال 3000. ال 3000 دي ايه؟ دي يونيفورم سيريز. الشكل بيقول لي الايكوفالنت بريزنت وورث فين لل 3000 دي؟ بحط الايكوفالنت بريزنت وورث بتاعتها فين؟ عند الاربعه قبل اول قسط. ويبقى الان من فين لفين؟ من مكان ما حطيت البي لغايه اخر قسط. يبقى اجي اكتب اقول ال 3000 فايند مين جيفن مين؟ فايند البي جيفن الاف الاي اللي هي 10%
والان بكام؟ ها اللي مصحصح الان بكام؟ 6 جبتها من 6 5 5 8 ناقص 3 5 بس مش ده اللي انا عايزاه. يبقى كل ده هضربه في أني فاكتور من سنجل لسنجل. سمي دي بي واحد اهي. يبقى دي اهي بي واحد. عايز احاول بقى find given. يبقى find مين؟ البي given الاف. تمام كده. find البي given الاف العشرة في المية. والان كملي. الله ينور. ثلاثة. يبقى انا كده جبت السنجل بايمنت من هنا لهنا وجمعت عليه اليونيفورم سيريز بس ما قدرتش انطه مره واحده. جبت الانيوال ورث قبل الانيوال بفتره ونقلت من السنجل لايه لسنجل. بس انا مش عايزه البي، انا عايزه الانيوال ورث. هل ده شكل ستاندرد؟ اه. الانيوال يبعد بعد البي بفتره وما عند الان. يبقى الاي بقى هتساوي مين؟ هتساوي البي دي في فايند مين جيفن مين. فايند الاي جيفن البي والعشرة في المية. والان بقى بكام من مكان ما حطيت البي لغاية اخر است. يبقى اللي كان بيسألني ده اجابته. يعني ايه يونيفورم سيريز؟ يعني انا عندي كاش فلو دياجرام بالشكل ده يونيفورم وعليه سنجل وانا انترستد اني احوله لايه. بيكافئ كم ايكونوميكال يونيفورم سيريز؟ تحسب الحسبة تطلع لك كم مثلا؟ قول 1700. قول مثلا تطلع كده 1700. يبقى انت لو دفعت 3000 من نهاية السنة الرابعة لمدة 5 سنين و1000 في نهاية السنة السابعة كأنك بالظبط نفس فرصة الاستثمار اللي دفع 1700 من اول نهايه الاسبوع الاولاني من نهايه السنه الاولانيه لغايه السنه الثامنه. نفس الكلام. اللي سال بقى الانيوال كده فهم ولا ما فهمش؟ الناس رجعت تاني على السنجل والسنجل والسنجل واليونيفورم ولا لا؟ تمام كده. تمام ماشي. وده 10 ونتقابل بعد 10.